تعريف الولاية شنو؟ الولاء شنو تعريفه؟ الولاية الولاء تعريفه كلغة شنو؟ وتعريفه كاصطلاح شنو؟ وطبعا راح أتكلم بكل سهولة، أوضح الأمور إلى أبعد حدود حتى الكلام يصير جدا واضح، بس انتبهوا لي. الولاء في لغة العربي التتابع شنو؟ الولاء بمعنى التتابع، تتابع يعني شنو؟ أنا أقول بخدمتك، لما واحد يقول توالت الأخبار علينا، يو توالت علينا الأخبار، توالت الأخبار يعني شنو؟ تتابعت، تتابعت علينا الأخبار، توالت الأخبار يعني تتابعت الأخبار، يعني وصلنا خبر بعد خبر وماكو فاصلة بين الخبر الأول والثاني إلا بمقدار يسير، شيء بعد شيء، شيء بعد شيء. الولاء بمعنى التتابع، والتتابع هذا معناه باختصار شديد اللي بينته بخدمتكم. حتى هسه هنا مشكلة، ما أريد أدخل بتفاصيل كثيرة وإلى آخره، وخاف ما أكمل البحث بالنهاية. حتى هنا أكو عندنا بالصلاة الموالات للأحبة اللي عندهم فكرة عن هذه الأحكام المرتبطة بالصلاة، الموالات يعني موالات بمعنى تتابع أجزاء الصلاة، شيء بعد شيء، وما تكون أكو فاصلة كبيرة بين جزء من أجزاء الصلاة وجزء شنو؟ وجزء آخر. وإذا صار أكو فاصلة بين جزء من الصلاة وجزء آخر بحيث تنمحي صورة الصلاة، الصلاة شنو؟ فيقولون الموالات في الوضوء بمعنى التتابع، والموالات بين أجزاء الصلاة بمعنى شنو؟ التتابع. هاي حتى على المستوى الشرعي هم الشكل يعني زين. هذا الولاء على مستوى اللغة، هسه ما قدرت أوصل فكرته، ما قدرت زين. أما على مستوى الاصطلاح، فأهم أركان الولاء على مستوى الاصطلاح الولاء بمعنى النصرة واحد، والولاء بمعنى المحبة اثنين، والولاء بمعنى تولي الأمر ثلاثة، والمودة أربعة، وهكذا. طبعا هنا يكون ينطرح سؤال، الكلام راح يصير كلش مهم، بس أنا بعدني بالبداية، كل ما نمشي بالبحث شوية أكثر كل ما يصير أجمل، هذا وعد، بس أنا بعدني بالبداية. هنا يجي سؤال، هاي كلمة ولي، ولاء، ولاية، مولاه، ولي، إذا كانت اصطلاحا بهالمعاني اللي ذكرتها، شلون أعرفها بهذا المورد اشتعني وبذاك المورد اشتعني؟ يعني شلون أعرف بهذا المورد بمعنى المحبة، وبالمورد الآخر بمعنى النصرة، وبالمورد الثالث بمعنى تولي الأمر؟ شلون أقدر أميز؟ جواب، من خلال الظروف المحيطة بالنص والقرائن الحافة بالنص أقدر أعرف هنا الولاية اشتعني وهناك اشتعني وهنا اشتعني.